عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا. الجمال والبحث عنه ده شيء رائع وشيء من الروح، من الروح. وإن الله جميل يحب الجمال، هذا هذا القول الرائع العظيم ده فعلا لازم احنا نقدره ونبحث عنه، نبحث عنه في جميع أنواع الأعمار، في الأعمار كلها. سن متقدم، يعني ايه سن متقدم؟ يعني ايه حد يقول ده كبر في السن؟ What is the meaning of this statement؟ يعني ايه معنى الجملة دي؟ دي جملة على فكرة سيئة جدا. حد كبر في السن يعني معناه انه في سنين مرت من عمره، طب ما يهتمش بجماله؟ خلاص يهمل في نفسه؟ يكتئب؟ يخرج خارج منظومة الحياة؟ ست فشلت في حياتها الزوجية، راجل فشل في حياته الزوجية، خلاص؟ ده معناه ان انا اهمل بقى خلاص في نفسي وفي شكلي، وما ادورش على جمالي، ما ادورش على دفوهاتي واصلحها. عايز اقول لكم انه حتى في الظروف المرضية العنيفة، يعني انا عايز اوريكم دلوقتي صورة لمقاتلة من نوع خاص عندها سرطان، شوفوا مرض خلاص، مرض خطير جدا وكيماوي وشعر بيقع وإلى آخره. طيب هل معنى في الوقت ده في السيتويشن دي ان انا اهمل في شكلي؟ الفتاة دي 17 سنة عندها درجة من درجات السرطان، نوع من انواع السرطان. هذه البنت محافظة على شكلها ومحافظة على جمالها رغم ان شعرها زي ما انتم شايفين وقع بالشكل ده، لكن نتيجة العلاج الكيماوي وبيرجع بعد كده، لكنها بتاخد سيشن وبتعمل اهتمام ببشرتها وكل الادوات التي تستخدمها للمحافظة على جمالها بتستخدمها ايمانا بينها بان الجمال موجود في كل حاجه. ولما تشوفها وش جميل، وش جميل وجسد جميل، وبتحارب السرطان بهذه الحاله المعنويه الرائعه وهذا الوجه الرائع جدا. ما اكتئبتش وقعدت في البيت وقالت خلاص انا انهارت او انزويت ومش هتعامل بقى مع الحياه ومش هبحث عن مناطق الجمال. الجمال البحث عنه موهبه وشيء من اساسيات الروح. ابحث عن عيوبك وصلحها، والعلم اداك هذا الامر بشكل كبير جدا، سواء كانت عيوب في الانف، عيوب في الوجه، عيوب في الجسد. والان الحوار للعلم. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير صاحب المهاره المتميزه والكاريزما الخاصه الاستاذ الدكتور حاتم الصحار. في دهون ما تحت الجلد، والجلد نفسه في دهون. الليزر في ميزه ان انا بشفط كميه دهون كبيره جدا. انا بشفط 30 لتر ومن فتحه واحده الجسم كله. مفيش حاجه اسمها اشفط الجسم كله. كلمه عمليه لا تقام في العياده. العمليه بسهوله جدا، احنا نحافظ على الصدر بدون اي جوع، بتروح نفس اليوم. حقن الدهون ده اختراع بيصغر 15 ل 20 سنه. الاستاذ الدكتور حاتم الصحار، أستاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. ضيف العزيز الزميل والصديق العزيز الأستاذ الدكتور حاتم الصحار، أهلا بيك دكتور. أهلا بيك أيمن، زحتك. احنا النهارده عندنا نقطتين ومنطقتين في الحوار مهمين جدا، تجميل الأنف وتجميل الجفون، صح؟ أوكي. الأنف ديفو، والجفون كتير منهم في سن متاخره بتبدا المشاكل بتاعتهم تبقى. اوكي عايز ابدا الاول بتجميل الانف. الانف منطقه بارزه مهمه جدا، العظمه الوحيده البارزه في الجسم في الوجه بشكل كبير. الديفو فيها بيغير شكل الوش، عملياتها بتغير شكل الوش والملامح بشكل كبير جدا جدا، وتغير ايضا النفسيه يعني جدا جدا جدا. يعني لو طلعت وحشه هتودينا في حته الاكتئاب. اول حاجه بقى لو طلعت حلوه الانسان بتولد من جديد، ده بتولد تماما من جديد. بس رقم واحد بقى، هي الانف الحلوه شكلها ايه؟ حسب الوش. ايوه بالظبط، بحسب الوش بقى. المره دي عشان بنتكلم على الانف زي ما حضرتك قلت، الحاجه الوحيده العظمه البارزه اللي في الوش، فمديها الوش حاجه اسمها 3 دي بتاع الوش. يعني اساس 3 دي بتاع الوش الانف بتاعت الايه؟ البني ادم. طب مقاساتها ازاي؟ مقاسات الانف بتتقسم لكذا حاجه. رقم واحد الطول، الرفعة بتاعت مقدمة الأنف، أوكي، الكيرف بتاع الجانبي للأنف، عرض الأنف، الهايت بتاع الأنف، الكيرف الأمامي بتاع الأنف، 100 مقاس ومقاس.
100 مقاس. المقاسات دي ليها ارقام، ارقام مش ثابته، ارقام نسبيه. يعني طول الانف بالنسبه لعرض الوش بيبقى كذا، التب او اللي هي الحته دي ارتفاعها كذا، ماشي مع طول الانف مع الكيرف اللي هنا. فتحه الانف دي ليها مقاس، ما تعديش خط معين. لو عدت خط معين مثلا خط داخلي للعين ده لازم تتعدل وترجع لوضعها الطبيعي. كل ده اسمه مقاسات الانف. انما انت تيجي تقول لي مناخير، دايما يجي العيان يقول لي انا مخيري مش عجباني، او العيانه مخيرها مش عجباني. طب ايه اللي مش عاجبك فيها؟ مش عارفه كده، مش لايقه على وشي. كلمه مش لايقه على وشي هي مش عارفه تعبر، هي مش عارفه تقول ان انا حاسس ان مقاسات مناخيري مش ماشيه مع ملامح ايه؟ وجهي. تقول مثلا انها كبيره قوي، نازله قوي، طويله قوي، رفيعه قوي، كل ده اسمه مقاسات مش متناسقه مع بعضها. فهي شايفه ديفوف مناخيرها، بس هي عاوزه تمسك الديفوف ده بايدها مش عارفه ايه؟ تمسك ديفوف، فبنقف قدامها جنب المرايه. طيب انت لو عملنا كده ده هيبقى احسن؟ قالت لي اه هيبقى احسن. طب لو قللنا دي شويه هيبقى احسن؟ طب لو عرضنا دي، طب لو رفعنا، لو خلينا دي بدل ما هي معقوفه كده نخليها ستريت او فيها كيرف بسيط عشان يدي كيرف بسيط يدي الشكل بتاع التب المرفوع. طب لا دي مش هتعجبني، لا بس ده هينفع مع وشك لان انت وشك صغير او ملامحك حد ملامحك صغير، فلازم يبقى حاجه هنا رفيعه. لا انا ودي لازم نحددها، الجنبين لازم نحددهم. انما مفيش باترن معين، مفيش باترن، مفيش باترون معين نعمل بيه مناخير استنباط. باترن اللي هو تقويم معين. اه باترون معين. يعني في ناس يقول لك انا نفسي تبقى مناخيري، في عيانين بيقولوا انا نفسي مناخيري تبقى كذا، دول ببقى قلق جدا منهم لان هو مش عارف هو عاوز ايه. انما في واحد يقول لي انا مناخيري مش متناسقه مع وشي، نيجي نقف بقى لازم الدكتور يقف جنبك من المرايه ويقف وراك ويبص، تبص مناخيرك كده من الجنب من الوش، طب بص مناخيرك من الجنب. والعيان بيكشف عليها من اربع اتجاهات، من قدام ومن الجنب ومن زاويه ومن تحت. لان كل الزوايا دي بتحدد لي ايه المشاكل في الانف. ابص عليها من تحت اشوف التب، فتحات المناخير، فتحات اللي هي العقوق بتاع المناخير، فتحات المناخير تتعمل مظبوطه ولا مش مظبوطه. طب الفتحه اوفر اللي هي بيضاويه ولا دائريه؟ طب هي عاوزاها ايه؟ طب ايه اللي يليق عليها؟ طب الزاويه اللي هنا وبينها وبين الدقن قد ايه؟ طب هي طولها مع الشفه قد ايه؟ كل دي مقاسات احنا بناخدها. دي بالبصه من تحت بس، البصه من جنب هتبين لي. في ساعات بيقول لك في حاجه اسمها صنمه الجمل، الهامب الموجود دي الحته العالي، طب دي موجوده ولا مش موجوده؟ على فكره ما بتشافش من الوش، تشاف من الجنب. طب طول الانف او الارتفاع بتاع الانف ده مظبوط مع وشه ولا مش مظبوط مع وشه؟ كل دي مقاسات، وهذه المقاسات بتتاخد لما تبص على العيان من جنب ده، بص عليه من وشه، تشوف في انهواج ولا مفيش انهواج؟ انهواج ديفيشن انهواج انهواج معوجه ولا لا؟ معوجه ولا لا؟ نشوف معوجه انهي ناحيه. طيب ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني بقى، هو في مشاكل في التنفس ولا لا عندك؟ دي مشهوره على فكره في كل مشاكل الانف. تبص تلاقي ايه الحاجز الانفي طالما ديفيتد، طالما انحرف، في تلاقي في مشاكل في التنفس ولا لا؟ دي بنصلحها. المهم اهم حاجه دكتور التجميل، ان في جزء ساعات هو مش تبعه، اللي هو هل في مشكله بقى تانية غير انهواج الانف هي عامله مشكله في التنفس؟ اصل في ناس الصمامات الداخليه، الصمامات الداخليه، التربونتس، مش عارف ايه كده، بيبقى كونسلت بقى، لازم يبقى في معايا واحد انف واذن لو في مشكله كبيره تانية. هو ينفع نعمل الاثنين مع بعض؟ اه ينفع نعمل الاثنين مع بعض. انف واذن ممكن يصلح المشكله في التنفس، وانا كدكتور جراح التجميل اظبط شكل الايه؟ في لحميه، في لحميه، ده كده كل ده يتصلح. المهم اهم حاجه تعرف العيان ايه الشكوى الاساسيه ايه بتاعته. طيب العمليه دي تتعمل ازاي؟ كانوا زمان كله بيشتغل حاجه اسمها كلوزد. كلوزد يعني ايه؟ بيعمل ده سؤالي الاشهر دلوقتي. انا على فكره دلوقتي بقى لي كتير عايز اعرف حقيقه أوبن. مين الافضل؟ الاوبن هو الستاندرد دلوقتي. الكلوزد بيتعمل بس في حالات ضيقه جدا، مثلا العيان مناخيره مظبوطه في جميع الاحوال بس عنده حته صنم هنا صغيره عاوز يتكحت، دي اسمها كلوز، بس فتحه صغيره من جوه المناخير وادخل حاجه كده زي البغال اعمل بيها وابرد الحته دي. دي كلوز، دي كلوز الحاجه الوحيده اللي تنفع فيها. لا مش حاجه واحده، بقول لك حاجات تبقى بسيطه، ايه دفوهات بسيطه، دفوهات بسيطه. انما دايما عشان بالبلدي كده النوز جوب بنسميها دايما، او شغله الانف اسمها بنسميها بره اسمها النوز جوب، از 3 دايمنشنال، فلازم اشوف العظم بغضاريفه وبتفاصيله من جميع الزوايا. وهذا لا ينفع، ده العظم بتاع الانف كويس، وهو بيتكون من حتتين من الجنبين وحته في النص، وبين الحته اللي بيضه اللي تحت ده هي الغضاريف، والغضاريف تكمله العظم، والحته الاخرانيه دي
هي اللي بتدي الاجنبه او الشكل المناخي. دي الفتحه اللي بنفتحها دي، سواء اوبن او كلوز بنفتح من الفتحه دي. كويس. ممكن كان زمان بيعملوا منها المناخير، شوفوا حتى كايبه لك دي اللي بنعمل منها الحته اللي اسمها الدوسر هامب. كانوا زمان اساتذتنا الكبار وربنا يخليهم بينا هم اللي علمونا، كانوا بيعملوا منها الكلام ده، وكانوا دايما بيخافوا يفتحوا المناخير. كان زمان العلم كان بيقول لك كده، ما تفتحش المناخير وتقلب الجلد ده كله لفوق وتشوف المناخير. العلم كله دلوقتي اغلبيه الناس على مستوى العالم بنسبه 99% بيشتغل اوبن. بيقول لي انا بشتغل جراحه مفتوحه. مفتوحه يعني ايه مفتوحه؟ مفتوحه ما بتفتكرش ان انت يعني مناخيرك بتفتح يمين وشمال. هو كان زمان كلوز يعني بيفتح جرح من هنا، وكلوز كان بيفتح جرح من هنا برضه. الاوبن بيفتح جرح من هنا في النص عشان نخلي الجلد الاخير يرفع لفوق. الجرح الوحيد بيبقى حته بالظبط ملي تحت الانف، ده الجرح الوحيد اللي هيبقى باين، عشان كده سموها اوبن اللي هو الفتحه دي هي دي بالظبط الاوبن. طب ميزتها ايه؟ هو ايه اللي بيدي شكل المناخير؟ جروحه مخفيه جدا. يا لا ما ده جوه، ده كان زمان الكلوز، هو بيكمل بقى الحته اللي الحته الوحيده اللي باينه الحته اللي بره دي اللي ودي بقى تحت اللي هي بين المناخير وبين الشفه. وخلاص الموضوع ده ما بقاش الزاويه لا ترى على فكره. ما بتشافش لان ما بتشوفهاش الا هبص من تحت بقى ارفع لك مناخيري قوي عشان اوريها لك يعني. اه بالظبط. طيب الفكره كلها ميزته ايه بقى؟ ميزته ان انت كل حاجه قدامك، الشغل بيبقى اسهل، الدفوهات كلها تبقى قدامك، تقدر تظبط العظم زي ما انت عاوز، تقلل عرض المناخير، تكسر العظمتين دول تقلل عرض المناخير، ترفع التب، تاخد حاجه اسمها جرافت. يعني ايه اخد جرافت؟ ساعات في ناس كتير قوي بيبقى المناخير التب بتاعتها واقعه لتحت، فانت عاوز حاجه ترفعه، فبتاخد حاجه اسمها غضروف، بتاخده من الحاجز الانفي وتحطه عشان تعمل تحديد اكتر للقمه بتاعت الانف. بتاخد مليمترات. مليمترات. منها اصلاح للعوجاج اللي موجود في الحاجز الانفي، ومنها اللي باخد بيه اعمل ديفينيشن. ساعات بتشوف حاجه جديده دلوقتي هتطلع اوروبا، هتلاقي المناخير اكن ليها خطين من الجنبين كده. دي بتعمل بغضاريف وكسر معين عشان تعمل الخطين، اكن مسطره رسمه المناخير من هنا. دي كاميرون دياز بالظبط كده، تبقى مسطره نازله على تب عاليه بنسبه 2 مللي. كل دي ليه مقاسات. طب المقاسات دي كان زمان يا صابت يا خابت مع الكروست. كويس. واللي بيشتغل كتير بيعرف يظبطها مع، يعني دايما يقول لك الجراح ايده بتشوف او ايده بتحس، كان بيظبطها مع الكروست. دلوقتي بعد ما ظهر الاوبن بقى، الاوبن بقى خلاص حاجه قدامك ظبطها. ده احنا بنستخدم نحط مسطره جوه ونقيس المقاسات وناخد هنا علامه وهنا علامه عشان يبقوا الناحيتين قد بعض، وهي العمليه الوحيده تبقى حساسه جدا للعيان. هو بص ده البروفايل اللي بيشوف التب بتاعت النوز اللي هي المقدره بتاعت اترفعت لفوق، الخط بقاش معقوب بقى ستريت. نسمع. سيول المدينه الكوريه المشهوره اصبحت قبله مؤخرا لعشاق عمليات التجميل، بيقصدها عشرات الالاف سنويا للغرض ده من مختلف بلدان العالم. تقدر الجمعية الدولية لجراحات التجميل أن حوالي 20% من النساء في كوريا خضعوا لنوع من جراحات التجميل، لكن العمليات التجميلية دي وإن كانت بتشكل مصدر دخل للحكومة الكورية إلا أنها أصبحت تشكل مصدر قلق لسلطات المطارات الدولية. أصبحت إجراءات مراقبة ومراجعة جوازات العائدين من كوريا الجنوبية بعد عمليات التجميل أمر في غاية الصعوبة، وده طبعا بسبب التغيير الكبير والجذري في الشكل قبل وبعد عمليات التجميل. دي مدرسه مش موجوده بس في كوريا، موجوده في البرازيل، موجوده في الشرق الاوسط. اعمل للعيان اللي هو طالبه في الانف، بيجي لك العيان يقول لك انا عايز انف فلان. اوكي. ما ينفعش. ما ينفعش. بص اللي بص على خلاص، ما تمشيش على هوا العيان، امشي على الصح. ما نغيرلوش شكله خالص. مفيش حاجه اسمها غير شكله، هو الانف كده هيتغير شكله لو عملت عمليه تجميل في الانف. انما ممكن اقول لك مثلا، انا هقول لك مثلا انا عاوز انف دكتور ايمن غشوان تعمل لي الانف الرومانيه. ماليش دعوه انا بها. اقول لك مثلا هيقول لك لا، هتيجي تقول لك انا عايز انف نانسي عجرم. ما هو بتجي لي كتير قوي، شفت انف الممثله مش عارف ايه في المسلسل اللي ايه، شفت عامله مناخيرها ازاي؟ قلت لها طيب يعني ايه دخل دي؟ طب دي وشها مدور، انت وشك مثلا اوفر شويه، ما ينفعش الكلام ده معاكي. انا سؤال فني قوي، الفتحات بتاعت الانف في ساعات تبقى فتحات الانف كبيره وساعات تبقى فتحات الانف صغيره ودايره او اوفر. ايه بقى؟ بص اقول لك حاجه صغيره، فتحه الانف تعتمد على حاجتين اساسيتين، على الطول بتاع التب اللي هو بتاع الحته اللي هي من النص عشان بالبلدي كده الحته العرقوبه دي اللي من فوق لتحت. كويس. وعلى العرض بتاعها.
كويس. يعني ايه العرض بتاعها؟ المفروض في خط الداخلي للعين اللي هو من الحته اللي جوه العين نازل خط كده، المفروض الانف ما تعديش هذا الخط سواء من هنا او سواء من هنا، فده يحدد العرض بتاع الايه. يعني في ستات كتير تقول لك انا لما اضحك بحس ان مناخيري ايه بتفرش، فده بيبقى معلوم من هذه الايه المشكله. طيب تدي شكل ايه بقى على حسب مقاس التب وعلى حسب العرضه. غالبا احنا بنتكلم في شكل بيضاوي الى دائري، بيضاوي الى ايه دائري، على حسب طول الانف وعلى حسب رفعه الايه التب. انما ما ينفعش تبقى بيضاوي لفوق، مش بيضاوي بالعرض، يبقى مفتوحه كده بالعرض، بيضاوي لفوق، لان العرض بتاعها لا يعد هذا الخط اللي هو جاي من داخل العين لحد ايه لحد تحت. ده الوضع الطبيعي بتاع فتحه الانف. عندي سؤال بقى، السؤال ده فكرت فيه امبارح وقلت اساله لك النهارده، وسؤال فني جدا وعلمي قوي قوي. الغضاريف بتاعه الانف غضاريف تخضع لعوامل معينه جينيه وهرمونيه، هرمون النمو بيستمر تاثيره، ولذلك ناس كتير بيزيد عندهم حجم الانف مع الوقت. حضرتك عملت ازاله لجزء من الغضروف، ما زال التاثير الهرموني شغال على الجزء المتبقي من الغضروف. بالظبط. اليس علميا متوقع انه بعد فتره، وهتعمل حسابك الحكايه دي ولا لا؟ وازاي هتعمل لها حساب؟ انه الغضروف ينمو شويه مره تانية ويتغير شكل العمليه شويه. سؤال سهل جدا. ايوه كويس. عجبك السؤال؟ عجبني السؤال، انا هرد عليه رد قوي جدا ما تقلقش. الوحيد اللي مخيف طول العمر الفيل ابو زلومه. لا بجد؟ انت بتعمل عمليه بعد اكتمال نمو المريض قدامك. عشان كده يجي يقول لي واحد عندي 15 سنه 16 سنه مش عملهاش، لازم اكتمال النمو عشان المشكله اللي انت بتقول عليها دي. عشان المشكله اللي بتقول عليها دي، كلنا بنتغير مع الزمن، كلنا بنكبر، كلنا بيتغير جلدنا، كلنا بيتغير نمونا، انما انت لازم ليك وقت معين بعد البلوغ او بعد النمو الطبيعي تبتدي تشتغل على الانف عشان ما يحصلش المشكله اللي انت قلتها دي. كويس. الوحيد اللي ممكن مناخيره تقع بعد العمليه حاجه من الاثنين، اما عملت له عمليه بدري قبل ما اكتمل النمو فعشان كده مناخيره كبرت تاني، يا اما عملتها لفيل ابو زلومه. اذا عملتها للفيل ابو زلومه طبعا ده صعب. لكن نروح لجمهورنا العزيز نشوف هو بيفكر في ايه، ونعود للجفون بعد ذلك. تعالوا نشوف. الناس اللي بتعمل فيلر وبوتوكس بسمع ان هو بيجيب سرطان، ده حقيقي ولا لا؟ طبعا جمهورنا العزيز جدا سأل سؤال هتعيط. معلش بس هوبي، بس جمهور ده سؤال. لو يجيب ازاي؟ يجيب سرطان ازاي؟ ده العالم كله حامل بوتوكس، العالم كله مسرطن. صعب، ده عيطت من كتر بعيده. يعني انا بامانه اول مره اسمع هذا. انا ممكن تعرف الحاجه الوحيده، انا ممكن اتوقع ان السؤال يتقال السيليكون. السيليكون لو حتى سهل انا هتقدر، لكن لكن بوتوكس وفيلر يجيب سرطان؟ لا، ده سؤال مستبعد وغير منطقي طبعا. مش مستحيل يحصل يعني. مستحيل طبعا. مستحيل. مستحيل طبعا. طيب طبعا. بس لازم نجيب كلام الناس. لا اوكي مفيش مشكله. لا انا فقره كلام الناس دي مهمه جدا، لازم انا والله ساعات في بسيب اسئله ساعات بتنح يعني. لو معلش معلش بفكر في الاجابه اقولها ازاي. بعيده بعيده يعني الناس، بس انا اللي بيضايقني في السؤال انها قالت ايه؟ بيقولوا هم مين اللي بيقولوا؟ مصر كلها بتقوله طب مين قال؟ ما تعرفش. طب شفت فين؟ ما اعرفش. هو بيقولوا بيقولوا دي بقى ممكن تبقى واحد قال هو ماشي كده مغمض البوتوكس بيجيب مش عارف كذا. الجفون هذه العمليه الرائعه على فكره. واصدقاء كتير جدا بقابلهم في كل مكان، بتعشق مكان على فكره فيه. الجفون غالبا الجزء والرجاله على فكره مشاكلهم في الجفون كتير قوي. لا انا هقول لك اكتر من كده كمان. احنا كنا قايلين مش عمليه التجميل هتخضر للتامين في اوروبا ما عدا عمليه واحده هي تصغير الثدي. هيدفوا ليها الجفن العلوي. والله؟ عشان بتاثر على الرؤيه عشان بتاثر على الرؤيه تعمل حوادث. هم بيخافوا على نفسهم. خافوا على البلد. انا عايز افهم بقى ايه هو ترهل الجفون؟ بص يعني ايه ترهل الجفون؟ ترهل الجفون هو انت المفروض ليك وضع معين في الجفن، ما بيبقاش في جزء مترهل او مكرمش تحت العين او جزء مفرغ العين، ده اسمه ترهل الجفن السفلي. او يبقى في تانيه كبيره ضاغطه على العين على الجفن العلوي بتاع العين، ده اسمه ترهل الجفون العلوي. طب سببه ايه؟ حاجه من الاثنين.
سببه الاساسي والكومن والمشهور جدا ان انت مع تقدم السن مع الايجنج بروسس الجلد بيتراخل، والجلد بيتراخل ده بيعمل شكل غماش تحت العين او بيعمل تقل على الجفن العلوي، ده اسمه التراخل الجفون لو بسبب تقدم السن اللي هيحصل معانا كلنا. بس نسبته قد ايه بقى؟ ده على حسب جينات حضرتك شكلها ازاي. طيب هل ليه مشكله؟ ليه مشاكل. العلو ده بالذات بيأثر على مجال الرؤيه، لكن دلوقتي بيفكروا بقى انه يدخلوه تحت بند الايه؟ زي ما قلنا التأمين. التأمين كويس، وهيدخلوه فعلا او دخلوه في معظم الدول. الجزء السفلي ده بقى ليه مشكلتين. المشكله الاولانيه ان هو بيعمل شكل سيء جدا 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 وبيدي سن مشكوك فيه. يقول لك ده بيشرب وده مخدرات. ده مخدرات مع انه ممكن يبقى الحشيش تحت عينيه عامل ازاي؟ بيسموه ايه يعني؟ انا عندي جيوب تحت عيني منظري هو يعني ما بشربش غير الميه الساقعه. ده لو شربها كويس كويس. فبيقول لي ده انا عندي جيوب تحت عيني، دي مشكلتها ممكن يبقى جين زي ما بقولها، او ده كون الكف ومش عارف ايه الكحه المزمنه والكلام ده كله ساعات بتعمل بافنس او تجمع دهون تحت الايه؟ تحت العين. طب حلهم ايه الكلام ده كله؟ حلهم عمليه، العمليه دي بنج موضعي. بنج موضعي بتفتح فتحه صغيره فوق العين تشيل الجلد زياده، تقوي العضلات، تشيل الدهن زياده وتقفل. الجرح ما بيسيبش علامه خالص 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 خالص. ما شوف الفرق في الشكل. الفرق لو شفنا الصورتين دول جنب بعض والله ما تفتكر انهم شخص واحد. بتفرق 5-6 سنين في السن. لو كانش 10-15 سنة. يعني على حسب. وخصوصا على فكرة الجفن العلوي العام بيعيط، يقول لك انا ما بشوفش. مش انت عارف بيعمل ايه؟ يروح عامل ايه؟ رافع حواجبه. طبعا عشان يعرف يشد الجفن، يعرف ايه؟ يشوف. يبان على طول كأنه مندهش. بالظبط. لدرجة ساعات بقى بنعمل لهم العملية بياخد وقت كتير قوي عشان الجفن ينزل. الحاجب ينزل. انما الجزء السفلي ده بيدي منظر دمه تقيل زي ما قلت. على فكره ده حاجه بسيطه. بسيط يعني. ده أنا ناس بشوف كتير يقول لك لا عادي. لا انا بشوف بافنس اللي هو جيوب من تفتح دي بقى بتفتح فتحه صغيره تحت الجفن او في الجفن نفسه. نشيل الدهون، نشد العضلات، ونشيل الجلد زياده. هذه العمليه تعمل تحت بنج موضعي. موضعي يعني موضعي. تاني حاجه ما فيهاش علامه خالص، ولا سلطه بطاطس ولا اي حاجه. ما فيش علامه خالص خالص يعني كلمه. هو في ممثل كبير في مصر هو اللي شهر هذه العمليه. ميجا ستار كبير عملها. الحقيقه من اول الناس اللي عملها كويس الحقيقه جدا. عملها حلو جدا جدا جدا, جداً. وهو كان يحتاجها. يعني هو كان يحتاجها يعني من زمان مش من قليل يعني. وهو بس هو اول واحد عملها. هو اول واحد. هو السبب في انها اتشهرت. الناس فهمت في حاجه متغيره. على فكره كتير قوي الرجاله بيعملوها اكتر من الستات. يعني الرجاله بتعملوها كتير قوي من الستات. يعني لانه دي من العمليات اللي الراجل يعني بيقبل عليها وبيبقى مقتنع انه لازم يعمل. على فكره الرجاله اغلبتهم جفن سفلي، الستات اغلبتهم جفن علوي. ده هي دي القصه. فهي حكايه الجفن دي تفرق جدا 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 مع منظرك. ده بيقول لك انت شكلك نايم، شكلك بتشرب مخدرات زي ما انت بتقول، شكلك وحش جدا، فبتحسن المنظر بشكل لا تتخيله. نورتنا. ربنا يخليك يا دكتور. طبعا ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ دكتور حاتم الصحار، استاذ واستشاري جراحات التجميل، استاذ بكليه الطب جامعه القاهره، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه للتجميل والحروق والجمعيه المصريه لجراحات التجميل. الحقيقه انا عايز ابطل اتكلم على فكره ان بعض الناس تفكر في الحل والحرمه في جزء مهم جدا من العلم اسمه عمليه التجميل. انا عايز ابطل الكلام اقول الكلمه دي خالص لانها حتى لا تليق بينا احنا معشر الاطباء، لكن لانها بيكسر فيها الحوار بضطر ان انا اتكلم فيها احيانا. لكن بندم، دي من المناطق اللي انا بندم ان انا اتكلمت فيها او طرحتها، ووعدكم ان انا مش هتكلم فيها تاني. خليكم دايما مع الدكتور.